كل المباريات. سعود كريري يحاول امامنا، عادت مجددا للاعبين الرائد، يسيطر في الشوط الثاني وهو الافضل في الشوط الثاني الرائد، ويتقدم امامنا الان وياتي بالهدف الاول. نعم يسيطر وياتي الان بعد محاولات ولم تتوقف وسيل من الهجمات لم يتوقف، ياتي الان باولى الاهداف فريق الرائد. نعم بكثرة المحاولات لابد أن تجد الرد، لابد أن تجد الرد بكثرة المحاولات والاتصالات الهجومية، لابد أن ترفع الشباك، أن ترفع السماعة وترد عليك بكل تأكيد هذه المباراة بهدف أول لصالح الرائد. يأتي الآن الرائد في فترة هدأ فيها الاتحاد وانخفض الأداء الاتحادي، لاحظ الكرة، يا سلام على الفكرة، ضرب بها خط الدفاع.